أهلا ازيكم يا جماعة، معاكم عصام أحمد تك سبورت من جيمرز لونج. النهاردة معانا في الأنبوكسنج سيريز تو برودكتس حابب أتكلم عليهم ونعملهم أنبوكسنج. أول برودكت معايا هو الـ AMD Ryzen Street Ripper Pixel 900، وتاني برودكت معانا فانا من كولر ماستر ماستر إير M621P. هنعملهم أنبوكسنج نشوف الباكج عبارة عن إيه، فيلا بينا. تمام يا جماعة، معانا هنا الـ تو برودكتس. هبتدي الأول بستريت ريفر. الباكج الصراحة شكلها ظريف، يعني عندنا هنا ورا unlock the power. أنا عمري ما فتحت ستريت ريفر قبل كده، بس هو المفروض إن أنت بتفك الستريب دوت أول حاجة، بعد كده تعمل unlock the power، يعني تفتحش دي الأول بعد كده تفتح دي، ممكن البروسيسور يقع منك. زي ما أنتم شايفين الباكج مختلف، شكلها مختلف شوية عن أي باكج بتاع البروسيسور، عشان ده معروف الهاي إند بتاع الـ AMD. دي السبيكس بتاعت البروسيسور مكتوبة هنا. البروسيسور عبارة عن 8 كور 16 ثريد 20 ميجا كاش، حوالي 3.8 جيجا هرتز، بيوصل لحد 4.0 جيجا هرتز. ما بتجيش مع فانا لان هو يعتبر هاي اند، فبركب له تبريد مخصوص، ومفروض احنا هنركب عليه يعني الكولر ماستر الماستر اير. بس هنا اللوجو بتاع ستريت ريفر رايزن، في شويه انفورميشن عن الشركه هنا من ورا، فتعالى نفتح ونشوف. الباكج الصراحه شكلها ظريف، يعني المفروض هنفك الهيت الاول من فوق، بعد كده نشيل الجزء اللي تحت. سوري، عندنا هنا الجايد بتاع هاو تو انستول للبروسيسور، ودي حوالي ستيكرز تيجي مع رايزن AMD ستريت ريفر. دي بقى حاجه مهمه قوي بتيجي مع البروسيسور الصراحه، دي تول بتيجي مع AMD قايله ان المفك ده يعني لازم تركب البروسيسور بالمفك دوت، لان دوت ليه ترك معين عشان خاطر المسامير ما يضغطش عليها قوي. فدي تول بتبقى جايه مع البروسيسور، يعني هو عباره عن مفك نجمه يعني. ودي في القاعده بتاعته، هحاول اطلعها يعني مش كلها. دي القاعده بتاعت البروسيسور. نيجي بقى للبروسيسور نفسه، المفروض كده انت بتعمل له انلوك يعني، والمفروض ان في هنا حدتين ماسكين البروسيسور يعني. بتشد وترفعه لفوق يعني، هو بيسلايد بوتنا زي ما انتم شايفين. هو ده البروسيسور، الشيد اللي حواليه ده ما بيتفكش، ده هو بيركب كده يعني، هو بيخش في المذر بورد كده على طول. انتم شايفين يعني حجم البروسيسور كبير، ان هو المفروض ان هو مايكرو ارتكشر مختلفة يعني او احدث. لو خدتوا بالكم معايا هنا بقاش البنز في البروسيسور، البنز بقت في المذر بورد، بقى هنا على طول هو الجولد كونكشن او جولد كونكتورز، عشان ده بيدي كونكتنج احسن للبروسيسور. وهنا بقى عندنا الـ AMD Ryzen Street River، مكتوب الموديل بتاعه والكود نمبر بتاعه، وبيقول لك هنا ازاي تسلايد بين البروسيسور. ده بخصوص البروسيسور، دلوقتي هسويتش على الفانة اللي هي بتركب على البروسيسور ده. معانا بقى هنا الكولر ماستر ماستر اير M620B. الفان ديت معموله ديزاين مخصوص للسوكت ال AMD TR4، واللي هو السوكت بتاع ال AMD Ryzen ثريد ريبر. فهنعملها انبوكس ونشوف، بس الاول حابب اتكلم على العلم. عندك هنا دي التكنولوجيز او الحاجات المفروض يعني انها دول تاور ديزاين، ان هم مستخدمين تكنولوجيا سي دي سي. السي دي سي ديت ان هم عاملين البايب دايركت على البروسيسور عشان يدي هيت كونتكشن احسن. ولما افتح دلوقتي الفان اوريكم يعني. وفي هنا اللي هو الوايرد ار جي بي كنترولر دوت، لو انت عندك المذر بورد مش بتسبورت ار جي بي سوكيت، فبيجي معاه حاجه زي كنترولر بتوصله بباور عادي يعني 5 فولت من الباور سبلاي بتاعك، ويقدر يعمل لك الار جي بي كلرنج. عندك هنا السبيسيفيكيشنز بتاعت الفان، بيوريك الدايمنشنز بتاعها وزنها وكده، هي بيقول لك ان هي تينك يعني ويت حوالي كيلو الا ربع، كام حاجه كده بخصوص يعني 7.8 فولت والكلام دوت. وهنا شويه انستراكشنز، وهنا بيوريك بالظبط الدايمنشنز بتاعت الفان. بس فممكن نعمل انبوكس ونشوف. معانا هنا دي المفروض السيزرز اللي مع الفانة، هتشوفها دلوقتي. بس هوريكم الفانة الأول الصراحة، أنا متحمس أشوفها. هي فانة ضخمة شوية الصراحة، بس هو يعني عشان التبريد أحسن. زي ما احنا شايفين هنا انها دول هيت سينك ودول فان، تو كيبل الفان نت، وفي هنا كابل ار جي بي
عشان حابب تخليها تنور يعني. الفانز بتسبورت ال RGB. عندك اوبشن ان انت تركب فان تلت هنا لو حابب تبريد احسن او اير فلو احسن. الفان مصنوع من زي ما انتم شايفين بايبس من النحاس، فالهي سينكس مصنوع من الالومنيوم، والنحاس صراحة مهم جدا ان هو يعني يعتبر من اقوى الحاجات في التوصيل ان كان كهرباء او حراره. الفانتين اللي راكبين على الفانه من نوع ام اف او اللي هو الماستر فان بتاع الكولر ماستر 120 ار، يعتبر من اقوى الفانز اللي بتعملها كولر ماستر، فالصراحه ظريفه يعني. في رايي الديزاين حلو والاير فلو بتاعه كويس يعني، الهيت سينكس واسعه فده هيدي اير فلو كويس تبريد يعني. ده بالنسبه للفانه. ممكن نبص على الفان جاي معاها ايه. ده الكتالوج بتاع الفانه. عندنا دول تو كيبلز داون فوت كونفرتر بتوصل فيه التو كيبلز بتاع الفان عشان يوصلوا في المذر بورد، وده عندنا هنا بتاع الار جي بي. لو انت المذر بورد بتاعك بسبورت ار جي بي ده الكيبل يعني بيوصل بتو كيبلز هنا، ودي بتخش في المذر بورد على طول عشان لو انت عايز خاطر الفان تنور يعني، وهي بتسبورت حوالي 16 مليون دولار ار جي بي. هنا عندنا كيس بقى ممكن نشوف فيه ايه. ده ال RGB switch. لو المذر بورد مش بسبورت RGB socket في المذر بورد بتاعك، فده switch بياخد عادي باور عادي جدا هو 5 فولت لو حابب توصل تشغل على RGB. دول عندنا بقى هنا دول عادتين زياده لو هتركب مروحه ثالثه في الهيت سينك من ورا، فدول بيمسكوها هولدرز. الفانات بتمسك تمسك مسامير خلاص، حاجه زي هولدر بيمسكها. عندنا هنا دي الاوعيه تركب في المذر بورد، بيجي معها التورك رانش بتاعها مخصوص، وده الثيرمال بيست الماستر كولر ماستر جيل برو. مفروض ان هو برضه بيديك يعني هيت كوندكشن احسن او توصيل الحراره احسن. فتخيل بقى البايبس دايركت على البروسيسور ومعاه كمان الجيل دوت، فهيديك تبريد احسن الحراره او توصيل احسن الحراره. الفان ظريفه الصراحه، والفان دي هي اللي بتركب على البروسيسور دوت. دي من ريكومندد فانز يعني انها بتتحط على ستريت ريفر رايزن يعني. بس يا جماعه كده كل حاجه بخصوص الانبوكسنج فيديو للبروسيسور اي ام دي رايزن 1600 اكس والفان كولر ماستر الماستر اير ام اي 620 بي. لو اي حد عنده اي اسئله او اقتراحات ممكن يبعث لنا في الكومنت فيديو بلو تحت، واحنا ان شاء الله هنرد عليه. شكرا.